أهلا مشاهدينا من جديد. في ملف أخبار كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع بقلق واهتمام طفرة لامدا التي ظهرت للمرة الأولى في البيرو في أغسطس 2020، وأطلقت المنظمة عليها هذا الاسم في 14 من يونيو 2021، وتأكد وجودها في تشيلي والأرجنتين. المنظمة قالت أيضا إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية من حيث سرعة سريانها والقدرة على مقاومة اللقاحات. وأضافت المنظمة أن استخلاص الاستنتاجات النهائية حول هذه الطفرة قد يستغرق بعض الوقت لظهورها في منطقة تعاني من ضعف قدرات الترصد الوبائي غوى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك 11 طفرة لفيروس كوفيد-19 تخضع جميعها لمراقبة خبراء المنظمة الدولية حول العالم. وإليكم ما سجلته الوزارة هذا اليوم من حالات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في السعودية.